من أنا؟ من أكون؟ ما هو أصلي؟ من أتى بي هنا؟ هل أنا وحدي في هذه المدينة الغريبة؟ أسئلة كثيرة تجول في خاطري لكن لا ألقى لها حلا. يومي يمر في تجوالي في أرجاء المدينة واقتحام المحلات التجارية للبحث عن الأكل. الغريب في هذه المدينة أن كل شيء يعمل فيها، الأضواء، الآلات، شبكة الإنترنت، الماء، كل شيء، لكن لا يوجد من يتحكم فيها. كم هي غريبة هذه المدينة. يومي يمر كباقي الأيام، فقدت الإحساس بالوقت وأشعر باكتئاب شديد، فلا يوجد من أكلمه ومن أصاحبه ومن أخاصمه. أفكر وأفكر وأفكر لأعود وأسأل نفسي، أين الناس؟ ماذا حدث لهم؟ هل هي ضربة نووية هي من أصابتهم؟ ولكن لا، حدث ذلك لدمر كل شيء. هم وباء فتاك أصابهم، مغرباء أتوا من كوكب آخر واختطفوهم. أسئلة كثيرة تكاد تقودني للجنون. الجميل في الأمر أنني أقدر أن أقتحم أي مكان وأخذ ما أشاء، فالمدينة أصبحت ملكي الآن وليست لغيري. لكن هذا لا يغير في الأمر شيء، فما زلت أحس بالوحدة القاتلة. ولكن في أحد الأيام بينما كنت أتجول فيما ترك الناس في موقع الفيسبوك، حدث لي شيء مخيف لم يكن في الحسبان.